السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في قناة عالم السماعات. اليوم عندنا تقييم لسماعة من شركة بيلون، موديل رقم BL03. في البداية راح أتكلم عن جودة تصنيع السماعة، مع الأخذ في الاعتبار أنه سعرها فقط 27 دولار بما يعادل تقريبا 100 ريال. السماعة مصنوعة من المعدن بالكامل، مثل ما تلاحظون حجبها للصوت الخارجي تقريبا 50%. الكيبل المرفق معها حقيقة لا بأس فيه أبدا، ومن وجهة نظري أنه ما يحتاج تغيره. طبعا الكيبل 4 كور، أتمنى يكون واضح لكم. كونكتر السماعة من نوع 2 بن، موديله 0.78، طبعا النوع 2 بن مثل ما ذكرت، ثابت جدا وما راح ينفصل من الاستخدام. النسخة الموجودة عندي هي النسخة اللي يجي معها مايك في السلك، والمايك صراحة جيد جدا لا بأس فيه أبدا. الإيرتبس اللي جاية معها مصنوعة من المطاط ولا بأس فيها، جودة العزل فيها متوسطة. السماعة استخدمتها لمدة 7 أيام متواصلة بشكل حصري عشان تأخذ إذني عليها، والدرايفر يشتغل فترة طويلة عشان تبين لجودتها. المصادر اللي شغلت عليها السماعة هي فيو BTR5 وآيفاي زنداك، وحقيقة أنا أفضل الصوت على BTR5، أعطاني أفضل كنتائج. طبعا يفضل تشغيل السماعة على مصدر خارجي داك وآم، لأنها تحتاج طاقة أعلى بشيء بسيط من مثيلاتها، أو أعلى بشيء بسيط من اللي يقدر يقدمها لك الجوال، مع أن الجوال يشغلها لك بشكل جيد جدا. تقييم للسماعة Separation اللي هو عدم تداخل الأصوات مع بعضها يعتبر جيد، Sound Stage فوق المتوسط، والImaging اللي هو تحديد اتجاه الأصوات جيد جدا. التفاصيل الصغيرة اللي هي المايكرو ديتيلز تعتبر جيدة جدا. الريزوليوشن أيضا فوق المتوسط. توقيع والوصف الصوتي للسماعة هو B-shaped bass boosted. المستخدم اللي يحب البيس راح تعجبه بكل تأكيد. السماعة تضيف نوع من النعومة وتشيل الحدة من جميع الأصوات سواء بشرية أو آلات موسيقية. البيس في منطقة الميد بيس، إذا فيه أكثر من آلة تعزف في نفس الوقت راح تتداخل الأصوات بين بعضها بشكل بسيط. نهاية الميد بيس تجي مكتومة شوي ويقل الريزولوشن فيها. الأبر بيس المستمر يغطي على جزء من صوت الفوكلز خاصة الرجالي. الديب فويس والبيس جيتار تعتبر ممتازة فيها كوضوح وكجودة. جميع طبقات البيس تحسها في غرفة، يعني مكتومة شوي، مو قادرة تتنفس في مكان مفتوح. بشكل عام تعاملها مع البيس جيد جدا، وما توقعتها بالمستوى الجيد هذا مقارنة بسعرها، وخاصة مع الديب بيس المستمر. الأغاني العربية دائما أحب البيس يكون فيها عالي شوي، والسماعة أعطتني المقدار المطلوب بدون زيادة أو نقص. تقييمي للبيس بشكل عام جيد جدا مرتفع. الميدز الفوكلز النسائي جميل جدا، شال الحدة منه
الرجالي أضاف له نوع من الفخامة زاد جماليته، والفوكس بشكل عام جميل. منطقة الميدز السماعة تعطيك سبريشن جيد، تسمع جميع الآلات بوضوح وطبقات جيدة جدا، وتقييم الميدز بشكل عام جيد جدا. التريبل تضيف نعومة في الصوت في منطقة التريبل. الإلكتريك جيتار في التريبل جميل جدا، الإلكتريك جيتار ديستورشن رائع جدا فيها، ويظهر لكم الآن مثال عليه عشان تفهمون قصدي، راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. السيبلنس ما في حدة ومريح عند سماعه. فالتريبل أعجبني شغلة أنه يخفي حدة بعض الآلات، شيء هذا ممكن يعجب البعض والبعض لا، بالنسبة لي شخصيا أنا أعجبتني. تقييمي للتريبل عموما جيد جدا. السماعة بشكل عام أشوفها تستحق التجربة والاستخدام، سعرها ممتاز وجودة الصوت فيها جيدة جدا، وأنصح بها بكل تأكيد اللي يحب يجرب التوقيع الصوتي V-shaped bass boosted والديناميك ساوند أيضا، وكل هذا بتكلفة معقولة. راح أحط لكم روابط الشراء في الأسفل في صندوق الوصف من أحب أن يقتنيها. في الختام أتمنى أكون قدمت محتوى يحوز على رضاكم واستحسانكم. تقبلوا خالص التحية، أخوكم نايف.